ارتفاع معدلات النمو ستكلف الاقتصاد العالمي قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، ما سيؤدي إلى تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل. هذا ما خلصت له دراسة حديثة نشرتها مجلة BMG Global Health. الدراسة التي وصفت السمنة بالمرض أشارت إلى أن مؤشر كتلة الجسم الأكبر من 30 لدى البالغين قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان. فنحو ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم، ما جعل القائمين على الدراسة يتوقعون أن يصاب بالسمنة 3 من كل 4 بالغين بحلول العام 2060. تبلغ كلفة السمنة حالياً 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تمتلك موارد أقل. الدراسة من جانبها توقعت أن تسجل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة لتصل إلى 10,000 مليار دولار و2500 مليار و850 ملياراً على التوالي سنوياً. النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين يعدان من العوامل الرئيسة لانتشار السمنة، خاصة مع ازدياد ثراء البلدان وتغير الأنظمة الغذائية. كما يعد كبار سن السكان عاملاً رئيساً أيضاً في انتشار السمنة، لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن. سياسات التسعير من شأنها أن تفرض المزيد من الرسوم على الأطعمة التي تساهم أكثر من غيرها في السمنة، مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر. مجموعة من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تسهم في الحد من خطر السمنة تشمل وضع ملصقات تعريفية على المنتجات توفر معلومات أفضل للمستهلك. العمل على زيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات تزيد الكلفة الاقتصادية لعلاج السمنة التي لا تسببها السلوكيات الفردية، فهي نتاج تأثير أولويات اجتماعية وتجارية. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الجميع أن يدرك أن السمنة مرض معقد يجب مواجهته. للحديث مشاهدينا عن هذا الموضوع بشكل مفصل، معنا في الاستوديو مستشار الجراحة العامة وجراحة المنظار والسمنة دكتور وائل النعسان. صباح الخير لك بداية دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. كيف من الممكن أن يعرف الشخص أن لديه سمنة، ومتى سيكون الشخص قد دخل في منطقة الخطر؟ أولا صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة موضوع السمنة إحنا صارنا زمان بنحكي في موضوع السمنة. السمنة تعريفها البسيط هي أي شخص كتلة جسمه، كتلة الجسم تحسب بطريقة بسيطة اللي هي الوزن بالكيلوغرام مقسوم على مربع الطول بالمتر. بمعنى إذا واحد وزنه 70 كيلو وطوله 1.70 متر، فبيقسم 70 كيلو على 1.7 في 1.7، فبيكون الناتج هو كتلة الجسم. كتلة الجسم الطبيعية هي بين 18 إلى 25 كيلوغرام للمتر المربع. في حال ارتفعت من 25 إلى 30 فهي لا تعتبر سمنة، إنما تعتبر زيادة في الوزن. تبدأ السمنة كلاس 1 السمنة درجة أولى هي من 30 كيلوغرام للمتر المربع فأكثر، ولكن ناقوس الخطر يبدأ إما من 40 كيلوغرام للمتر المربع فأكثر عند الناس اللي ما عندهم أمراض، أو شخص عنده سكري، ضغط، مشاكل بالمفاصل، مشاكل في الظهر، مشاكل في النفس، تبدأ على 35 كيلوغرام للمتر المربع. فهي تعريف السمنة. والسمنة الخطرة زي ما قلنا هي من 35 فما فوق اللي عندهم أمراض، ومن 40 فما فوق اللي ما عندهم أمراض. طيب بدنا نحكي بداية على نطاق محلي. نعم. كيف من الممكن يعني أن تصنف الجهات المختصة بموضوع السمنة والباحثة والدارسة في موضوع السمنة الأردن ضمن دول العالم؟ هل لدينا يعني سمنة نسبة عالية أم أنها متوسطة أم أنها ضعيفة؟ والله الحقيقة للأسف القراءات والدراسات اللي أجريت في الأردن تشير إلى أنه إحنا من أول 5 دول في العالم في مستوى السمنة عند الأفراد. بحسبة بسيطة تقريبا إحنا إذا حسبنا المعدل العام عند السمنة فهو في حدود 40%، ولكن إذا أخذنا أشخاص مثلا الرجال فوق سن 55 أن نسبة أحيانا تصل إلى فوق 70%، النساء فوق سن 45 برضو عندنا نسبة أكثر من 70% هم عندهم سمنة، والحقيقة جزء منهم سمنة مفرطة. طيب. والأخطر من هيك، معلش هاي النقطة الحساسة، إنه لدينا سمنة عند الأطفال. طيب 40% من نسبة من كل السكان، من كل يعني 40% من سكان المملكة الأردن عندهم سمنة، هم لديهم سمنة. نعم.
ونقصد بالسمنة زيادة بالوزن. معظمنا لديه زيادة في نسبة معينة في هي الحقيقة زيادة الوزن يعني ليست يعني مضبوط هي ما قبل الخطورة، ولكن ما في دراسة عن زيادة الوزن، إنما عندنا زيادة وزن برضو نسبة عالية، ولكن إذا أنت حسبتها بالسمنة 40% من معدل عدد السكان فأنت بتحكي على رقم مهول. بس نسبة مخيفة دكتور. طبعا طبعا كبيرة جدا. ولذلك هذه النقطة مهمة، أنه يجب أنه يعني أن نقوم بالتوعية في موضوع السمنة ومشاكلها ومخاطرها. طيب هل لدينا الوعي الكافي للتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني من وجهة نظرك يعني هل بدنا نتعامل مع موضوع السمنة كمجتمع أردني كمرض؟ نصنفه إحنا كمرض؟ هلأ منظمة الصحة العالمية اعتبرت السمنة، طبعا القرن الماضي كانت أمراض القلب والشرايين، لكن الآن السمنة في القرن الحالي هي السمنة هو المرض الأول في العالم. فالسمنة مرض وإحنا بنعالج مرض، زي ما بتعالج الضغط والسكري يجب أن تعالج السمنة، لأن السمنة لها مخاطر على المدى مش البعيد كثير حتى، يعني في أرقام كثيرة وفي حقائق صادمة عن موضوع السمنة. للأسف عندنا في الأردن وطبعا المقولة اللي زمان معروفة، يعني الكرش للوجهة والسمنة يعني عز وجهة، عز وجهة الشباب بالضبط. أيوة عز وجهة، وبعدين السمينة يعني كويسة والسمنة منيحة. في الحقيقة لا، طبعا الآن السمنة هي مرض، ومرض له مشاكله، ومرض خطير يؤدي إلى مشاكل كثيرة. طيب. أبسطها الضغط والسكري. صحيح. أبسطها. صحيح. طب يعني إحنا موضوعنا يمكن ذهبنا شوي عن الموضوع. نعم. لأنه حقيقة ما تحدثت به من معلومات حول النسبة المئوية، نسبة لعدد السكان في الأردن، كلام 40% هي نسبة عالي. كبيرة جدا. لذلك يعني بعدنا شوي عن الموضوع. أنا بدي أرجع للموضوع الرئيسي وهو نعم. تأثير السمنة دكتور على اقتصادات الدول بشكل عام، وتحديدا الدول النامية. كيف تؤثر السمنة على الاقتصادات؟ قد بيسأل سائل شو علاقة هاي بهاي؟ أعتقد ستؤثر، وتؤثر من جهتين. الجهة الأولى التكاليف التي ستدفع في معالجة السمنة ومضاعفات السمنة، وزي ما قلت أنا أبسط المضاعفات هي ضغط سكري. صحيح. مشاكل مفاصل، مشاكل القلب، مشاكل شرايين، القطاع الصحي. والإشي الأخطر زيادة في نسبة بعض الأورام السرطانية. مثلاً على سبيل المثال للحصر، سرطان بطانة الرحم عند الستات بيصبح 7 مرات أكثر عند النساء السمينات. سرطان المري يصبح 5 مرات أكثر عند الناس السمينين. وبالتالي لما تقول أنت مرض يحتاج إلى معالجة، وقد يحتاج إلى فترات طويلة من العلاج والنقاهة، أنت بتحكي عن ساعات عمل مهدورة. الإشي الثاني للأسف السمنة عند الشباب، بتلاقي الشاب مش قادر يمشي، إنتاجيته تكون ضعيفة، فعندنا الإنتاجية ضعيفة من قبل الأشخاص السمينين، تكلفة معالجة مرض السمنة ومضاعفاته ترهق القطاع الصحي والقطاع بشكل عام والميزانية عند الدول، وفي كثير من الدول الكبيرة موضوع السمنة كان مرهق بالنسبة لها. بس دكتور يعني على زمن جدودنا وزمن أبهاتنا كانت الناس تمشي لمسافات طويلة. نعم صحيح. ويراودني حقيقة سؤال بأنه ما مدى علاقة التطور والحداثة وسهولة الحياة إن صح التعبير اليوم بموضوع السمنة؟ قديش هي مرتبطة ببعض؟ الارتباط طبعا حركة الحياة حاليا حركة سريعة، يعني الشخص إحنا ما بنتحرك. أولا الرذم الحياة رذم سريع، وبالتالي أنت بتطلع من بيتك مستعجل، بدك توصل على دوامك، بتمضي معظم وقتك خلف الكمبيوتر أو على المكتب. صحيح. بتروح على البيت بتأكل وجبة واحدة مساء، وجبة يعني مليئة بالسعرات الحرارية، بتقعد قدام التلفزيون أو بتقرأ لك شغلة أو إذا عندك شغل بدك تكمله. وبالتالي إحنا الأساس أولا شغلتين، السعرات الحرارية العالية في الأكل تبعنا، زائد قلة الحركة. والآن أنت زي ما بتشوف وزي ما الإخوان كلهم، يعني أنت بيكون السوبر ماركت أو الدكان تحتيك 200 متر بتروح بسيارة، فإحنا ما في عنا حركة، ما في عنا نشاط. وللأسف حتى إذا بدك تطلع تمشي مثلا ما في أماكن مخصصة، ولكن أنا لما بكون مكان بعيد عني أقول لك لا خلاص ما في داعي أمشي. فإحنا قلة الحركة. زمان أبائنا وأجدادنا كان يروح على الحقل يمشي، ما كان في عندهم سيارات. صحيح. وبالتالي كان الجهد العضلي بالنسبة لهم جهد كبير، بصرف كل الطاقة اللي الشخص بيأخذها. يعني من تعود على الرخاء وسهولة الحياة من الصعب دكتور يعني أنه تتعامل معه كالأشخاص الذين عاشوا صعوبات الحياة. صحيح. نعم. وتحدياتها في ظل عدم وجود التطور والحداثة. كيف من الممكن
أن نعيد البوصلة بشكل رئيسي نحو هذا الموضوع ونحارب هذه نحارب هذا المرض الذي يعني تتحدث ب 40% نسبة من المجتمع الأردني، هي نسبة كبيرة جدا، فلذلك هي مسؤولية قد تكون مشتركة ومسؤولية متكاملة تقع على عاتق جميع الجهات المختصة، صحيح. من إعلام، من أطباء، من نقابات، من وزارات، تثقيف الناس حول هذا، صحيح. المرض وتداعياته أيضا وطرق العلاج. الحقيقة احنا يجب أن نبدأ بالأسرة وربة الأسرة بالذات لتعريفها بمشاكل السمنة. يعني احنا لا نقول عن سمنة، نقول عن مرض، ومرض السمنة له مشاكله التي ستؤثر على حياة الأشخاص. يجب أن تبدأ برامج التوعية من المدرسة، من الأسرة. أنا على الأقل المدرسة يا أخي ما في داعي يبيعوا بالمقاصف المشروبات الغازية والعصائر والشيبس، لأنه كلها سعرات حرارية. يعني يجب أن نبدأ بالمدرسة، في البيت، موضوع التثقيف للناس، نوعيهم بأن السمنة مرض ومشاكله خطيرة، ثم الجهات الرسمية الأخرى ووسائل الإعلام. وأنا برأيي كما كان يوضع على أو يوضع الآن على مثلا باكيتات الدخان، هذا المنتج يسبب مثلا سرطان وكذا إلى آخره، يجب أن توضع برضو على العبوات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، هذه العبوة قد تسبب السمنة ومضاعفاتها. فهذا موضوع أعتقد يجب أن يكون موضوع مشترك بين الأسرة، الجهات الرسمية، الجمعيات، المؤسسات الإعلامية والمدرسة، حتى نصل إلى تثقيف وإدراك لموضوع السمنة ومخاطرها. نعم. طيب، تحت الهواء كنا نتحدث أنا وياك عن علاقة السمنة بالوضع المادي، ويمكن سألتك سؤال بأنه قديش هي الدول النامية، يمكن في كثير من المجتمعات الفقيرة اللي وضعها المادي مش كثير كويس، لكن بالمقابل بتشوف عندها سمنة عالية جدا. نعم. هل هناك ارتباط بين الوضع المادي للأسر، صح، للأشخاص مع، نعم، موضوع السمنة؟ نعم، صحيح. الدراسات كلها أثبتت على أنه خلينا نقول السوشيو إيكونوميك كلاس للأسرة أو للشخص، يعني كل ما تدنى مستوى الدخل للفرد يصبح غذائه غير متوازن. إحنا الأشخاص اللي معه بيقدر يشتري زي ما بده، بصير يوازن إنه بدي أنا أخذ هاي الشغلة، بروتين، سكريات هالقد إلى آخره، انتقاء، ولكن انتقاء، ولكن مداخلهم منخفضة ما بيقدر يختار شيء. فدائما وأبدا يمكن قد تكون المواد فيها كربوهيدرات وسكريات هي أرخص من غيرها، فيقبلوا على هذه المواد، وبالتالي تصبح معروفة أن السمنة عند الأشخاص ذوي الدخل الأقل هي أعلى من الأشخاص اللي دخلهم أعلى. لكن يعني دكتور، من الصعب، خلينا نكون واضحين وخلينا نكون يعني صريحين بشكل أكبر، من الصعب إحنا بما أنه أنت تحدثت ولمست الألم، صحيح، حقيقة في موضوع أنه السمنة بدأت تنتشر ما بين الأطفال. نعم. يعني حسيتك متأثر في هاي النسبة. من الصعب إلى أقرب إلى المستحيل بأنه طفل موجود عندك اليوم في البيت، ابنك، تمنعه وتبعدوا عن موضوع الـ الأكل غير الصحي بشكل كبير. يعني المدرسة زي ما تفضلت فيها الشيبس، فيها المشروبات الغازية، فيها الشوكولاتة، فيها الأمور، صح، اللي تحتوي على كربوهيدرات، تحتوي على كثير السعرات الحرارية اللي تؤدي إلى ارتفاع السمنة. نعم. تحديدا موضوع الأطفال على وجه الخصوص، كيف من الممكن التعامل معه بمسك العصا من المنتصف؟ أنا بعتقد تبدأ الأمور من الأسرة. يعني أنت الأسرة إذا كانت الأم تسمح لأطفالها بتناول الشيبس في البيت، فما عنده معنى يأخذه في المدرسة. تسمح بشرب المشروبات، العصائر والمشروبات الغازية، ما عنده معنى. فيجب أن تبدأ الأمور بالأسرة. الحقيقة أنا بحكي هذا الحكي لأنه يعني من المؤلم أن ترى طفل عمره 14 سنة ووزنه 170 كيلو. لا، أولاً هذا الحكي حتى في المدارس للأسف، يعني إحنا الكبار هناك تنمر على الكبار في، صحيح، موضوع السمنة، صحيح، فما بالك بالأطفال. في المدارس، يعني والأطفال، تنمر أولاً، وضع صحي بيكون محرج للطفل، وتنمر من قبل زملائه لأنهم لا يدركوا، وضع نفسي بيأثر عليه. طبعاً التنمر يؤدي إلى وضع نفسي سيء للطفل، بخليك يكره المدرسة بعد فترة. طبعاً. ولذلك أنا بعتقد أنه يجب أن تبدأ الأسرة بهذا، يعني يجب أن تتم التوعية، نعم، للأسرة وبالذات للأم في موضوع السمنة، والسمنة يجب أن يعرف الناس أنها مرض وليست وجهها للأسف. يعني
أشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث وهذه التفاصيل حقيقة، وأنت مستشار الجراحة العامة وجراحة المنظار والسمنة دكتور وائل النعسان، شكرا جزيلا لك، شكرا لتواجدك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا.